السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز بأهم وآخر الأنباء من قناة الشروق، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان التزام السودان بخطط وبرامج التحول الأخضر وإتاحة إمكانيات السودان وموارده الطبيعية لتكون تحت تصرف آلية التحول الأخضر. وقال لدى مخاطبته فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمدينة شرم الشيخ على هامش قمة المناخ، قال إن التحول الأخضر أصبح توجها عالميا وضروريا. إلى ذلك أكد البرهان انخراط السودان في برامج ومشروعات هذه المبادرة وتسخير كل إمكانات السودان الطبيعية لتنفيذ خطط ومشروعات هذه المبادرة ذات الفائدة العابرة للدول وشعوب المنطقة. أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بمتانة العلاقات السودانية السعودية ووصفها بأنها استراتيجية وقوية، وأكد لدى لقائه على هامش مشاركته في قمة الشرق الأوسط الأخضر بشرم الشيخ ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، أكد حرص السودان واستعداده لدفع وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، وذلك بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين. من جانبه أكد ولي العهد السعودي حرص بلاده على استقرار السودان ودعم التعاون والشراكة مع السودان في كافة المجالات، لافتا إلى تأسيس صندوق للاستثمار في عدد من الدول من بينها السودان. وقال إنه سيتم ضخ 2 مليار دولار لمشروعات الصندوق في السودان تليها دفعات أخرى. اطمأن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو على مجمل الأوضاع بولاية جنوب كردفان، وأكد لدى لقائه بمكتبه والي الولاية المكلف موسى جبر محمود على ضرورة تكثيف الجهود من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية لمواطني الولاية، مشيدا بدور لجنة أمن الولاية والجهود الشعبية التي أسهمت في تحقيق الاستقرار وإنجاح الموسم الزراعي، مشيرا لأهمية تقديم الدعم اللازم للولاية. من جانبه قدم جبر شرحا وافيا حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية وموقف الموسم الزراعي، مؤكدا أهمية استكمال مشروعات التنمية خاصة في مجالات الصحة والمياه والطرق والداخلية والكهرباء. أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر تبني مجلس السيادة للتوصيات والمخرجات التي سيخلص إليها المؤتمر العربي الإفريقي الأول للمسؤولية المجتمعية لحقوق الطفل الأساسية. وأثنى حجر خلال مخاطبته فاتحة أعمال المؤتمر بقاعة الصداقة أمس بمشاركة عدد من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والوطنية، أثنى على الأوراق العلمية والموضوعات التي سيناقشها المؤتمر والجهات التي أسهمت في إعدادها، مشيرا إلى أن اهتمام مجلس السيادة بالمؤتمر يأتي ضمن اهتمامه بحماية الطفل ورعايته ورفاهيته. تم أمس بدولة الكويت التوقيع على البرنامج التنفيذي للاتفاقية الموقعة بين السودان والكويت في العام 2021، حيث وقع عن الجانب السوداني الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين عثمان، فيما وقع عن الجانب الكويتي مدير المعهد العربي للتخطيط بدر مال الله. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين عثمان في تصريحات صحفية إن التوقيع على هذا البرنامج يضخ برامجا متخصصة حيز التنفيذ في مجالات بناء القدرات والعمل الاستشاري والتخطيط التنموي والتنمية الإدارية التي يسعى السودان لتطويرها من خلال استيعاب كافة المتغيرات الجديدة في البلاد في جميع المناحي. تصدرت قضايا تعبير ولاية الخرطوم ومكافحة التهريب وضبط الوجود الأجنبي والسلاح غير المرخص أجندة الاجتماع المشترك الذي جمع مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف عنان حامد ووالي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة. وأكد وزير الداخلية دعم وزارته لجهود ولاية الخرطوم في مكافحة الجريمة والظواهر السالبة والتفلتات الأمنية بأشكالها المختلفة، باعتبار أن ولاية الخرطوم هي عاصمة البلاد ومقر الحكومة الاتحادية والبعثات الدبلوماسية.
من جانبه كشف والي الخرطوم عن استخدام منظومة تقنية بالتعاون مع وزارة الداخلية من شأنها أن تحقق طفرة كبيرة في الرقابة الأمنية وتعمل على وضع حد للظواهر السالبة والتفلتات الأمنية. وجه والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله حكومته بمضاعفة الجهود لمجابهة فيضان النيل الأبيض الذي تأثرت به عددا من المناطق بالولاية. وناشد الوالي خلال تفقده المناطق التي تأثرت بالفيضان الحكومة الاتحادية والمنظمات الوطنية والدولية لدفع جهود الولاية لتلافي الأضرار الكبيرة التي لحقت بالسكان والمتمثلة في انهيار المنازل وتلف المساحات الزراعية. وأضاف الوالي أنه ماضون في عمل المعالجات السريعة والعاجلة إلى جانب عمل الرديات والدروس الواقية بمناطق الهشاشة. قال الأمين العام لحكومة ولاية القضارف توفيق محمد علي إن العلاج بالفن يعتبر نقلة في التطبيب وإصلاح وتحسين السلوكيات الشخصية. جاء ذلك لدى مخاطبته فاتحة أعمال ورشة العلاج بالفن التي تنظمها البوابة السودانية للسلام والإغاثة سبورت بالتعاون مع اليونيسيف ضمن مشروع العلاج بالفن، معلنا تبني حكومة القضارف لتوصيات الورشة والعمل على إنزالها إلى المجتمعات المحلية بالولاية. انتهى الموجز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.